الحجائج في هذا اليوم، انطلاقة سليمة للشوط التاسع عشر، شوط خاص بالابكار. مسافتنا المعتادة والمقررة هي 3 كيلومترات، نسير مباشرة بصدارة هذا الشوط. وارهني نتابع فرانك اللي قادة المجموعة لخلفان بن راشد بن شاوي الغفلي من انطلقت بالمقدمة مع التحديات الرائعة، منصورة مع المركز الثاني، سالم بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري ومع المركز الثالث، مع المركز الثالث من الجانب الآخر القدوم أيضا والتحدي لمنصورة، سالم بن سهيل بن راشد بن عبيد الحميري مع المركز الثاني والثالث، التحديات سلهودة لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي. نتابع المركز الرابع والتحديات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ارتسل لنجود لعبد الله بن سيف الكيبالي أيضا متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات من شواهيد ومبارك بن حمد بن قرين العامري، من يتابع انطلاقة شواهين مع المركز الخامس. هذه النتيجة، النداء الأول، الجولة الأولى، مع الخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. ولكن نتابع، نتابع الصدارة والمقدمة، وارهني فرانكل على مقدمة هذا الشوط. خلفان بن راشد بالشاوي الغفري من أعلن هذا الانطلاق. المركز الثاني سلهود لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي، وصلت شواهين مع المركز الثالث، شواهين وبشعار مبارك بن حمد بن قرين العامري، من يتابع انطلاقة شواهين. شعار ريسنج أيضا ينطلق مع المركز الثاني. ومع المركز الرابع، المركز الرابع نجود لعبد الله بن سيف الكيبالي، ننطلق مع المركز الخامس والتسلل، التسلل من سيدة لمانع بن يمعة الغويس السويدي. هذه النتيجة، وأرى هناك أيضا الأسامي والشعارات ما بعد الخمس، ما يبنالها، ما يبنالها طاري، ترقبوها في الكيلو المتر الأخير مع التحديات مع الإثارة. نعود مع الصدارة، يا سلام يا سلام يا سلام، التغييرات مستمرة، شواهين تنطلق بناموس هذا الشوط. ولكن فرانكل من الجانب الآخر ما زالت مسيطرة بفارق راس، بفارق راس خلفان بن راشد بن شاوي الغفري، والقدوم والتسلل، التسلل لمنصورة اللي انطلقت مع الصدارة تطالب بالانتصار. منصورة وشعار الدودة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، المركز الثاني شواهين المبارك بن حمد بن قرين العامري، ومع المركز الثالث نتابع أيضا سيدة لمانع بن يمعة الغويس، ننطلق مع المركز الرابع مياسة راشد رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، من يتابع انطلاقة مياسة. وأول لدى لمياسة، أول لدى لمياسة بدأت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع. خامس التحديات مياسة لمحمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، ولكن نتابع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، منصورة 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 على المقدمة، حالف النصر منصورة، حالف النصر منصورة، ومنصورة أيضا تحالف الانتصارات بهذا الانطلاق المثير. والأربعمائة متر النهائية، منصورة 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 على المقدمة، والدودة بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري من أطلق العنان لمنصورة، باعدت المسافة، رقصت في اللحظات الأخيرة. يا سلام يا سلام، أوامر خفيفة، أوامر خفيفة على منصورة وهي تنطلق بناموس هذا الشوط. ولكن مياسة 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 مع المركز الثاني رشيد بن غدير بسعيد بن غدير الكتبي، ولكن منصورة سلام سلام يا العي، سلام سلام يا للمقن، اسعدت صباحا، تهاني للدودة بن قراز المسلم بن حمرور العامري على فوز منصورة بالمركز الأول. المركز الثاني مياسة رشيد بن غدير بسعيد بن غدير، المركز الثالث الكاسبي سعيد بن محمد بن قضيب العليلي، المركز الرابع، المركز الرابع سيدة المانع بن مع الغويس السويد، المركز الخامس التحديات من مياسة محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. ولكن نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول منصورة إلى خط النهاية، 4 دقائق 40 ثانية، 3 أجزاء من الثانية.
توقيت منصورة صاحبة المركز الأول في هذا الشوط. تهانينا أيضا لمالك منصورة الدودة بن قراز بن مسلم بن حمرور العامري، بينما اللوصات مع المركز الثاني مياسة بشعار رشيد بن غدير بن سعيد بن غدير الكتبي. مياسة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق بالتأكيد. هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية، 41 ثانية و7 أجزاء من الثانية، واللي وصلت مع المركز الثالث الكاسبية تقطع مسافة 3 كيلو مترات في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق. هذه لحظات الوصول 43 ثانية بالوفاء وتمام التهاني لسعيد بن محمد بن قضيب العليلي.